أنا بصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر سمو الشيخ خليفة بن علي الخليفة لحضور حفل الاستقبال الذي أقامه مساء اليوم سعادة السيد طه عبد القادر سفير دولة فلسطين الشقيقة لدى مملكة البحرين في فندق الخليج بمناسبة الذكرى 28 لإعلان قيام دولة فلسطين. جاء ذلك بحضور عدد من كبار المسؤولين وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى المملكة وعدد من المدعوين. وقد نقل سمو الشيخ خليفة بن علي الخليفة تحية صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وتهانيه للقيادة الفلسطينية والشعب الفلسطيني الشقيق بهذه المناسبة العزيزة، وتمنيات سموه للدولة الشقيقة بدوام التقدم، مؤكدا مساندة مملكة البحرين الدائم للأشقاء الفلسطينيين. من جانبه عبر سفير دولة فلسطين عن خالص شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على دعم سموه المتواصل للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، منوها بمواقف مملكة البحرين قيادة وشعبا لمساندة بلاده في مختلف التجمعات الإقليمية والدولية، ومشيدا بما تشهده مملكة البحرين من تقدم في شتى المجالات.